للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من ميلبورن المتخصص بالشأن الإيراني الأستاذ ميثاق عبد الله. أهلا بكم إلى استوديو رافدين أستاذ ميثاق. السلام عليكم ورحمة الله السلام. وبركاته، أحييكم وأحيي مشاهدينكم الكرام وتواجد قناة الرافدين. أهلا بكم. أوروبا ظلت تدافع عن إيران يعني لفترة طويلة لمنع فرض أمريكا عقوبات عليها بعد قبض السلطات الألمانية، يعني بعدما قبضت السلطات الألمانية على جاسوس إيراني. كيف ترى الموقف الأوروبي بعد هذه الواقعة؟ طبعا في صراحة الموقف الأوروبي كان منذ عام 2018 هو موقف متهزئ باتجاه إيران، خاصة وأن كانت لدى أوروبا شكوك في الضلوع في قتل المعارضين أحدهم من أصول الأحوازية السيد أحمد مولى البالك من العمر 52 عاما التي تم اغتياله في مدينة لاهاي الهولندية أمام منزله، وكان يقود حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، والآخر أحد المعارضين الإيرانيين المسلمين وأحد أهم رجال المنظمة المعارضة الإيرانية مجاهدين الخلق. طبعا قالت أوروبا في 2019 صرحت أن قتلهما كان وراء هذا الاتحاد الأوروبي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على طهران. وكذلك لا أعتقد أن فقط فرض العقوبات الاتحاد الأوروبي على الاستخبارات الإيرانية يكفي من جراء عمليات الاغتيالات المستمرة ولضع حدود لها، بحيث أن الدولة الفارسية باشرت ومنذ مجيئها للنظام الإيراني في عام 1979 خاصة بعد الانتهاء من الحرب القاشمة التي شنتها على شقيقتنا العراق، بل باشرت باغتيال معارضينها في الخارج. وأول عملية اغتيال كانت في عام 1986 في مدينة بون الألمانية، فليس استمرار عملية الاغتيال المعارضين لها ليس بجديد، بل دأب هذا النظام على الإجرام والقتل وسفك دماء الأبرياء لكي أن يثبت نظامه. نعم أستاذ ميثاق، يعني دبلوماسيون يحذرون من نفاذ صبر أوروبا إذا السلوك العدواني لطهران، ماذا تتوقع من أوروبا للرد على السلوك العدواني؟ ما الأوراق الموجودة بيد أوروبا للرد على إيران؟ طبعا تعتبر طبعا هولندا صراحة طردت 2 دبلوماسيين في عام 2018 وهي كانت تشك بأنهم كان لديهم يد في اغتيال الشهيد احمد مولى وكذلك علي كلاهي، ولكن الان هولندا فقد ليس انا برايي انها راح سوف تتبعها عقوبات كثيره، وليس فقط من هولندا، لان كانت هنالك تصريحات للدنمارك وتصريحات لالمانيا بسبب الجاسوس التي تواجد في دائره الجيش الالماني، ولكن هولندا باشرت بإلقاء تأشيرات دبلوماسيين للإيرانيين، وباشرت بإلقاء تأشيرات أي إيراني يدخل الأراضي الهولندية، وكذلك رفضت الكثير من طلبات اللجوء الإيرانيين المتواجدين على الأراضي الهولندية. رغم أن إيران ترفض الاتهامات وتقول أن هذه الاتهامات هدفها إفساد العلاقات، علاقة طهران بأوروبا، وكذلك احتجت طهران على طرد الدبلوماسيين قائلا ان قرار مدمر وعدائي، وهددت بالثأر من الدول الاوروبيه. نعم، شاركت فرنسا وبريطانيا، شاركت مع امريكا من قبل بضرب اهداف للنظام الايراني، تضمنت قواعد ايرانيه في سوريا، برايك هل من الممكن ان نرى تكرر لهذه الضربات في مع الانتهاكات الايرانيه الحديثه حاليا؟ طبعا قال وزير الخارجيه الامريكي مايك بومبيو في تصريح ان واشنطن ستضاعف جهود الدبلوماسيه والتجاريه من اجل الضغط على ايران، واضاف ان كذلك ان قرار سحب قوات الولايات المتحده من سوريا لن يعرض جهود مواجهه التهديدات في المنطقه للخطر، التي قال ان مصدرها هو تنظيم الدوله الاسلاميه وايران. كذلك صراحه ان الدول الاوروبيه وامريكا وبريطانيا كان لديها صراحه حزمت مفاجات للدوله الايرانيه منذ نهايه عام 2018 الى يوم الى عام 2019، صراحه انا برايي ان عام 2019 سيكون مليء بالمفاجات للدوله الفارسيه، وسيكون صراحه
ستكون انهيار هذه الدولة في عام 2019، بحيث أن الآن جراء نقمة الشعب الإيراني والمظاهرات المستمرة في جغرافيا سياسية ما تسمى إيران من الفقر والجوع لا تثبت أركان هذه الدولة كثيرا، ولا تستطيع هذه الدولة تثبت كثيرا. أما هذه الدولة الآن تتعامل بتعامل عصابات، بحيث أن الدولة الفارسية الآن من خلال ميليشيا الحشد ومن خلال أذنابها في اليمن ما يسمون بالحوثي، وكذلك حزب الله في لبنان تبيع النفط وتتاجر المخدرات التي تنعش اقتصادها من أجل تمويل خلاياها في المنطقة العربية. وبرأيي أن عدم تفكيك إيران في المرحلة القادمة سوف يعيد الكرة ثانية كما عادها الخميني بعد. نعم، بالمقابل هناك تقارير إعلامية تحدثت عن نقل طهران غرفة عملياتها إلى دول البلقان للبقاء قريبا من قلب أوروبا. هل برأيك إيران قررت خوض صراع طويل مع أوروبا؟ برأيي إيران لا تستطيع الضغط على أوروبا سواء من خلال النفط والغاز التي يصدر من خلالها إلى أوروبا. حاولت أوروبا في الفترة الماضية أن لا تقطع العلاقات، وكانت هنالك احتجاجات على فرض مزيد من العقوبات، ولكن بعد أن اكتشفت المزيد من العمليات ومحاولات الاغتيال في الدول الأوروبية، اضطرت الدول الأوروبية الآن أن تفرض حزمة عقوبات على الاستخبارات الإيرانية. وذلك لا يكفي، هنالك الدولة الفارسية ما زالت تحتاج على الإرهاب والتعامل كعصابات. لا يكفي مع هذه الدولة سواء لغة القوة، صراحة أن هذه الدولة لا تفهم لغة الدبلوماسية والحوار. نعم، هل هنا العقوبات الاقتصادية برأيك من الممكن أن تكون حاضرة لمواجهة إيران، أم أن حاجة أوروبا للنفط الإيراني سيحول دون فرض عقوبات أوروبية على إيران؟ صراحة أن العقوبات الآن المستقبل هو يتحدث على أسس تحالفات، النظام المالي سيسقط لا محال من ذلك، ولكن فعدم كما قلت سابقا عدم تفكيك إيران في المرحلة القادمة ستضع المنطقة في الشرق الأوسط برمتها تحت المجهر، من حيث أن الأنظمة الإيرانية والشعب الإيراني لا يجيدون سواء استرفاء تنفيذ أوامر القرب. لابد للعرب تطهير المنطقة العربية واسترجاع الخليج العربي. الآن الإيرانيون في كل تهديداتهم يهددون بتسكير مضيق هرمز، وكذلك تسكير الخليج العربي والمعدات وتسكير المتاجرات النفطية من الدول العربية إلى الدول الغربية وما شابه ذلك. فصراحة استرجاع مضيق هرمز إلى حاضنته العربية واسترجاع الخليج العربي والجزر الإماراتية لحضنته العربية هو الحل الوحيد، ودحر النظام الإيراني إلى خلف جبال زاجرس التي تعيش منطقتنا العربية بسلام، بحيث أن وصلت الفكرة. الأستاذ ميثاق عبد الله المتخصص في الشأن الإيراني كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.